مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من مالمو السويديه عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. اهلا بكم سيد لبيد. بدايه، المصادر الحكوميه في بغداد تتحدث عن ان ميليشيات حزب الله رفضت تنفيذ اوامر حكومه عبد المهدي بالانسحاب من منطقه النخيب الحدوديه السعوديه. كيف تفسر هذا التمرد، وخاصه ان هذه القوات من المفترض انها تابعه لعبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لرفض تنفيذ القرار الذي صدر لها، ميليشيات حزب الله تؤكد مرة أخرى بأنها فوق القانون، وتؤكد بأنها غير مرتبطة إلا شكليا بمكتب رئيس الوزراء، وإنما ارتباطها الأساسي هو بالحرس الثوري الإيراني، وتحرك من هناك من طهران، وتستمد قوتها المعنوية وكذلك قوتها قوة نفوذها وقوتها العسكرية والمادية بشكل أساسي من سيدها إيران، السيد الحاكم في إيران. يبدو أن ميليشيا حزب الله استعانت بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن قادة الحرس الثوري بأنهم عازمون على تحويل ميليشيات موالية لهم، تحويلها إلى نسخة طبق الأصل أو نسخة مشابهة لتجربة الحرس الثوري والبسيج الإيراني، وهذا ما أعطاها زخما معنويا إضافة إلى الذي الحاصل عليه مسبقا. وترفض، من الطبيعي أن ترفض هذه الأوامر. وجودها على الحدود السعودية وجود مهم، إيران محتاجة لوجود قوات، ونعلم أن هناك تأكيدات بأن الضربات التي تعرضت لها المصالح النفطية السعودية قبل نحو شهر أو شهر ونص صدرت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات حزب الله. لذلك فمنطقة النخيب كما نعلم منطقة استراتيجية، لكن هذه المنطقة لم تشهد أي انتشار لجماعات متطرفة أو إرهابية كما توصف، لماذا إذن هذا الانتشار؟ يعني أقصد المبرر لهذا الانتشار بالنسبة للتصريحات من قبل هذه الميليشيات، خاصة في ظل عدم وجود أي جماعات أو تنظيمات متطرفة هناك. نعم، نعلم أن منطقة النخيب تابعة لمحافظة الأنبار، ونعلم أن هناك سمعة على محافظة الأنبار أو تهمة ملفقة على محافظة الأنبار بأنها تحتفظ ميليشيات داعش إلى آخره، لكن الحقيقة الأمر أن النخيب منطقة مهمة في مسألة الصراع الإيراني للسعودي، أو الصراع بين المصالح، مصالح البلدين الإيرانية والسعودية. إيران تريد أن تهيئ أكبر عدد من أدواتها من أجل ضرب السعودية وضرب دول الخليج، ومنطقة النخيب واحدة من هذه المناطق الاستراتيجية التي ينبغي أن يكون للإيرانيين أداة مهمة فيه. سيد لبيد، إذا كانت الحكومة غير قادرة على سحب الميليشيات من منطقة صحراوية، وجود هذه الميليشيات يسبب تهديدا لدول الجوار كذلك، وليس فقط هو عدم انصياع لأوامر الحكومة. إذن كيف لهذه السلطة الحاكمة في بغداد أن تستطيع أن تنفذ قرارها بسحب السلاح من الميليشيات وحصرها بيد الدولة؟ هذا ما تكشف مؤخرا بالنسبة لكثير من المراقبين، وتكشف للبيت الأبيض بأن الحكومة الحالية التي رأسها عبد المهدي أثبتت بأنها أضعف من أن تستطيع من أن تدمج الميليشيات. والقرار الذي صدر هو بالحقيقة ليس دمجا، وإنما إعادة هيكلة، وحتى هذا القرار الذي هو أضعف من الدمج لم يستطع بالحقيقة عبد المهدي من تنفيذه، بل واجه حملة انتقادات قوية ضده، ووصف وهو كذلك بأنه ضعيف جدا. الحقيقة القرار أصبح حبرا على ورق ولم ينفذ منه أي شيء، وما جعل الحكومة الأمريكية غير راضية. نعم، في سؤالي الأخير لكم سيد لبيد، طبعا هذه التداعيات كلها التي نشاهدها الآن ظهر معها قرار بتأجيل زيارة عبد المهدي إلى واشنطن، برأيكم كيف تقرأ قرار التأجيل هذا؟ نعم، لقد أثبتت
الإدارة الأمريكية ثبت لها بشكل قاطع بأن عبد المهدي ضعيف جدا، وهو أضعف رئيس وزراء بعد الاحتلال، لأن عبد المهدي يبدو أنه لم يفهم ما تريد منه أمريكا. أمريكا قدمت له بالتفصيل وبالدليل أين ومتى ضربت القوات الأمريكية في ثلاث مناطق، في بغداد ضربت السفارة الأمريكية، وضربت في البصرة أيضا، وضربت في منطقة التاجي. وقدم له وزير الخارجية الأمريكي تفاصيل عن هذه وما هي القوات ومن أي مواقع، وقدم له حتى الإحداثيات التي انطلقت منها الصواريخ وقذائف الهاون. وكان المطلوب من عبد المهدي يفترض به أن يقوم يشكل لجنة تحقيق جادة ويستدعي كل قادة الميليشيات التي المتهمة التي أشر عليها رئيس الوزراء، ويقوم بتحقيق جاد ويقوم بإجراءات قانونية جادة ضد هذه الميليشيات. لكن يبدو عبد المهدي سوف العملية ولم يعر لها الجدية المطلوبة، وكان رد الأمريكي تأجيل الزيارة، وهو التأجيل الثالث، وعلى ما يبدو أنه إلغاء وليس تأجيلا. كنت معنا من مدينة مالمو السويدية سيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، شكرا لك.